مباريات اليوم النهارده فيه بالتاكيد مباريات مهمه، سواء مباريات الدوري المصري الدوري الانجليزي، ايضا كمان استكمال مباريات الذهاب في دوري ابطال اوروبا. نبدا مع بعض مباريات الدوري المصري. في مباراه اقيمت منذ قليل وانتهت، كانت المباراه الساعه 2:30 الظهر ما بين المقاولين العرب مع اسوان، وشهدت فوز اسوان على المقاولين العرب بهدف مقابل لا شيء ليتأزم موقف المقاولين في بدايه الجدول بالنسبه للدوري العام. الساعه 5 في هذه اللحظات في مباراتين في نفس التوقيت، الانتاج الحربي بيلعب مع غزل المحله، وسيراميكا كليوباترا بيلعب مع الاتحاد السكندري. في ختام مباريات اليوم الساعه 7:30 الزمالك هيستضيف الاسماعيلي، وهذه المباراه هي مؤجله من الاسبوع ال13 في الدوري العام نتيجه مشاركه الزمالك في دوري ابطال افريقيا، والمباراه الاولى كانت امام مولوديه الجزائر. مباريات الدوري الانجليزي النهارده في مباراتين، الساعه 8 بيرلي هيلعب مع فولهام، ودي مباراه في الاسبوع ال17، لكن في الختام الساعه 10:15 ايفرتون هيلعب مع مانشستر سيتي، هذه المباراه مؤجله من الاسبوع ال16. في مباريات الدوري الاسباني النهارده هيلعب ليفنتي مع اتلتيكو مدريد، هذه المباراه الساعه 8. طبعا اتلتيكو مدريد عامل مباريات كبيره جدا ومتصدر دوري الليجا الاسبانيه. في دوري ابطال اوروبا ذهاب دور ال16 واستكمال المباريات، المباراتين في نفس التوقيت الساعه 10 مساء، بورتو هيستضيف يوفنتوس الايطالي، واشبيليه ايضا يستضيف بروسيا دورتموند الالماني. طبعا مباريات قويه ومثيره، وبالامس كانت في مباراتين، ليفربول قدر يفوز على لايبزيج بهدفين، باريس سان جيرمان عمل مباراه كبيره جدا على برشلونه، وديمبلي عمل مباراه كبيره واحرز هاتريك في برشلونه بالامس، لكن طبعا فريق برشلونه بيعاني خلال هذه الفتره.